المثال الأهم في هذا الشغل إنه مكافحة التطرف أو حتى إدارة التطرف إذا بدك مسؤولية الجميع. المسؤولية بتبدأ من الأسرة، مسؤولية الأب والأم في فتح باب الحوار لأبنائهم. يعني لما بيسأل الابن سؤال خليه يسأل السؤال، ولو الأهل مش عارفين الجواب هم يدوروا على الجواب ويرجعوا فيه للابن أو البنت عشان ما يتركوا المجال للإنترنت يجاوب هذه الأسئلة. يمكن هذه المسؤولية الأولى والأكبر. مسؤولية كثيرة على الأصحاب والأصدقاء، كن واعي صاحبك صح وصديقك وعندكم تحديات مشتركة، لكن كون واعي إنه أنت دورك في النصيحة هو الدور الأساس كمان. تمام؟ طبعا دور المؤسسات التعليمية والجامعات بياخد دور النصح والتوعية دائما وإجابة الأسئلة. إحنا يعني دائما كتير بتلاقي الأستاذ في المدرسة أو دكتور جامعة ما بده يجاوب هيك أسئلة، وإمام الجامعة كمان ما بده يجاوب هاي الأسئلة لأنه خايف. مسؤولية عنا إنه إحنا نفتح مجال الحوار لأنه هذه الأسئلة موجودة بأذهان الجميع، فلا الأحسن نفتح باب الحوار ونجاوبها أحسن ما الناس كلها شباب وصغار تتجه لمصادر تانية للمعلومة. مؤسسات المجتمع المدني ركن أساسي في محاربة الإرهاب والتطرف، التعامل أساسي معها فكريا واجتماعيا قبل ما يكون أمنيا. إحنا أمنيا بنحمي من هجمات تمام، لكن أنت عشان الفكر اللي بيخلي الشخص يقوم بهجمة بيبدأ قبل بكتير، بيبدأ بالتقبل بعض الأفكار، بيبدأ بعزلة بياخدها الشخص. هذه كلها مسؤولية المؤسسات المجتمع المدني والعائلة إنه تعني توفر طرق إيجابية للشباب إنهم يشتغلوا على حالهم، ينموا حالهم، ينموا معرفتهم وينموا انتمائهم للمجتمعات المحلية. دورنا ومسؤوليتنا خاصة المؤسسات المجتمع المدني إنها تشتغل على هذا الإطار، كيف احنا ممكن ننهض بنفسنا درجة اعلى عشان نواجه مش بس مشكلة التطرف، مشاكل كتير من الجريمة، المخدرات، يعني عدد كل المشاكل الاجتماعية اللي احنا نواجهها اليوم. التطرف وجه من اوجه المشاكل الاجتماعية، مش وجه استثنائي. يعني اللي بده يتجه للتطرف ممكن في مرحلة ما يتجه لشيء تاني، هو بس فرصة وتوفر نفسها مرات وبيتجه للتطرف، لكن كان ممكن يتجه للجريمة أو للمخدرات أو للعمل التطوعي. هي بس مسألة توجيه، وين توجه أنت هذه الطاقات.